الرمل الشمالي في مدينة اللاذقية وعلى أنغام الدلعونة تنشر مواقع موالية مقطعا مصورا لجدارية ضمت مئات الصور لقتل ميليشيا النظام من ضباط وعناصر سقطوا في المعارك مع الفصائل المقاتلة. والله أصعب من هيك والله. الجدارية وبحسب مصورها تبدو بلا نهاية وتكشف عن الشق البائس الذي تعيشه الأحياء الموالية في الساحل، ويسعى إعلام النظام جاهدا لتعتيمه. يقول المصدر إن هذه الصور جرى جمعها في السادس من الشهر الجاري، أي قبل يومين، ورغم حجم الصور المعروضة ما زالت بحسب ناشطين في حدها الأدنى قياسا بمدينة طرطوس أو ما باتت تسمى بمدينة الأرامل، خصوصا أن صورا سابقة كشفت عن جداريات ونصب تذكارية لآلاف القتلى من طرطوس وريفها. إلا أنه وفي صور القتلى بحي الرمل الشمالي ذي الغالبية العلوية لوحظ تكرار لوضع صور بشار الأسد فوق صور القتلى من قبل منظمي الجدارية، وهو ما أثار تعليقات ساخطة بين عدد من المؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن مقتل هؤلاء الآلاف وإصابة آلاف آخرين بإعاقات وعجز دائم جاء في سبيل عائلة الأسد وبقاء بشار على الكرسي. المفارقة أن صور القتلى وخسارة ذويهم لثلاثة أو أربعة وربما جميع شبان العائلة لأجل آل الأسد تأتي بعد أقل من شهر على مشهد مغير تماما كشفت عنه وسائل إعلام روسية، وتحدث عن إرسال بشار الأسد أبناءه لقضاء عدة أسابيع في منتجع ومخيم أرتيك الصيفي على شبه جزيرة القرم الروسية، وفيما يقضي أبناء الأسد أوقاتهم في تعلم الرقص والدبكة على شواطئ الأرتيك بحسب المصادر الروسية. يبدو أن المؤيدين وفي مشهد يعكس حجم الحالة النفسية باتوا مضطرين للدبك عمليا أثناء تشييع قتلاهم، فيما تحول آلاف الناجين من المعاقين والمصابين في المعارك بحسب مواقع موالية لشبه متسولين على مكاتب المتنفذين وأقارب آل الأسد للحصول على غرامات من الأرز والسكر أو صندوق حمضيات في أحسن الأحوال.